هو على مستوى المنظومة تاع الدعم. احنا سنحاول نأكد ونقول اللي وضعنا حتى نية باش نتخليه على منظومة الدعم. احنا حبوا نصلحوا منظومة الدعم هذه. دونك ثم اصلاح نتاع منظومة الدعم. الاصلاح هذا يتمثل في تعديه من نظام دعم المواد الى نظام دعم المداخيل، ونعمل تحويلات مباشرة للمواطنين. هذا هو ان بو اللوجيك والبرنامج اللي نحبوا نمشوا فيه. اصلاح قلنا هذا باش ينجم يتم لازم معناتها كونسنسوس جينيرال كبير، ولازم تتعمل اول المنظام الاول في اول العهد الانتخابيه يتعمل باش يشغل الوقت وتجم الاول تاع تقوم به. لكن انا حسب رايي حسب تقديري مهم جدا اصلاح هذا نتاع المنظومه. احنا قاعدين نراقبه وقاعدين نصطوا في عقوبات كبيره، حتى عقوبات سجنيه وخطايا ماليه تفوت ملايين الدنانير على الشخص الواحد في حاله التلاعب بالمواد المدعمه. لكن للاسف في الديفيرونسيال الكبير في الاسواق مرات نلقى ثم معناتها لهنا العمليه الناس تحب تتلاعب وتحب. لكن يعني الاصلاح الحقيقي تاع المنظومه هذه اللي نحب نوجه الدعم المستحقين العباد الكل تحكي عليه من ذولي لازم حنا الوقت باش نبداو نطبقوا ونبداو فيه. معناتها عندنا برنامج حاضر احنا على مستوى وزاره التجاره وعلى مستوى الحكومه نبداو في البرنامج هذا اللي هو لتوجيه الدعم للمستحقين. سنه 2017 و 2018 كان ثم اتفاق كبير في العجز تاع الميزان التجاري. معناتها العجز تاع الميزان التجاري زاد في 2018 مقابل 2017 ب 2400 مليون دينار، وكيف كيف في 2017 مقارنه 2016 ب 2400 مليون دينار. احنا السنه العجز اتفاق باقل من 500 مليون دينار، معناتها يعني نجمنا نتحكموا اكثر في العجز نتاع الميزان التجاري في 2019. علاش؟ خاطر تحكمنا اكثر لهنا في الديفاليسيون تاع الدينار، والدينار تحسن. حتى شفنا في 2017 و18 الدينار فقد اكثر من 15% من القيمه نتاعو مقارنه واكثر حتى من باللورو بالدولار. السنه الدينار تعافى معناتها ثم تحسن معناتها في القيمه ب 5 ولا 6% مقارنه باللورو، ب 4 ولا 3% مقارنه بالدولار. هذا مهم معناتها كيف كيف ثم اجراءات قديمه اللي نقصت شويه في الحجم نتاع الوريدات. لكن ما ننساوش وقلناه وهذا تاكدوا عليه راهو العجز الكبير نتاع الميزان التجاري هو عجز طاقي، هو اكثر من 35% من العجز نتاع الميزان التجاري جاي من الطاقه، ولذلك لازم معناتها مهم باش نقوم باجراءات على مستوى العجز نتاع الطاقي واللي قمنا به على مستوى الحكومه في الطاقات المتجدده وفي المشاريع الجديده هذه نتاع الطاقات المتجدده في اطار الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. شفنا حتى واللي زميلي وزير الصناعه قدمها اللي ثم اسعار بعد قدموها للانتاج نتاع الطاقه من الطاقات المتبادله الجديده ولا المتجدده اقل من سعر نتاع الانتاج التقليدي اللي نعمل فيه نتاع فيستيك ولا نعمل فيه الاخوه الاخرين. دونك هذا مهم جدا في كيف الانتاج نتاع الفوسفات، نقص الانتاج نتاع الفوسفات يكون عنده انخراط معناتها على مستوى العجز نتاع الميزان التجاري. خلينا اجراءات دفع التصدير وشفتوهم معناتها عده اجراءات في اطار برنامج النهوض بالصادرات، في اطار صندوق النهوض بالصادرات، في برنامج بيدو 3، في تصدير فلوس، كلهم هذوما في اداره ضمان فينانس اللي خدمنا عليهم لاكثر دفع صادرات ولا كيف كيف الدبلوماسيه الاقتصاديه، دخول تونسي للكوميزار قيمها باتفاقيه مع السي دي او، هذا كل معناتها في اطار تفعيل يعني اكثر الدبلوماسيه الاقتصاديه والعمل اكثر على تنميه الاسواق التقليديه نتاعنا. على مستوى الكميات قلنا ناكدوا كيف راهو على مستوى التوريد، وابغض الحلال عندنا هو التوريد، راهو ما نحبوش نوردوا، اما كي ثم نقص في بعض المواد الحل اللي هو لازم يكون تسويت معناتها هو التوريد. بيان سور اشتغلوا على تصليح المنظومات، وحنا شفتوا السنه الفارطه رجعنا الاسعار نتاع الحليب معناتها في عام مرتين معناتها رجعنا على مستوى الانتاج، لكن معناتها كان باقي ثم نقص، ولذلك وردنا كميه ضئيله عملنا وردنا 10 مليون لتر، السنه باش نوردوا اقل من 5 مليون لتر من الحليب اللي معناتها باش ما تصيرش معناتها ازمه على مستوى التجويد. ثم شويه نقص موجود وهك علاش معناتها هذا يفسر علاش اللي احنا وردنا 5 مليون لتر هذوما باش نجموا اكثر معناتها نحافظوا اكثر على التجويد نتاع السوق اللي هو معناتها مهم خاصه في الفتره هذه. وان شاء الله الفتره الجايه معناتها باش تتقدم الامور وتتحسن معناتها على التجويد، وقمنا عدد اجراءات على مستوى وزاره الفلاحه.